إيطالي نستمع. lavoro dei ministri dell'interno, forme importanti di criminalità, di contrasto alla criminalità come il terrorismo, il cybercrime, la tratta degli esseri umani, quindi tutte cose che vedono l'Italia ed Algeria assolutamente accomunate dalla stessa parte. Ci siamo ripromessi, ecco, appunto, di dare attuazione veloce a questo accordo e quindi di metterci a lavorare in maniera concreta al più presto. Ma soprattutto l'amicizia e la cooperazione tra Italia e Algeria, anche tra i noi due ministri, va anche oltre questo accordo. L'Italia ritiene l'Algeria un partner assolutamente strategico ed importante per una visione comune globale su tutti i temi che riguardano il Mediterraneo. In Italia تعتبر الجزائر شريكا بالغ الأهمية لا مناص عنه في كل الموضوعات الاستراتيجية التي تعني منطقة المتوسط. E quindi ci siamo ripromessi di lavorare anche su questo in futuro. واتفقنا أيضا على العمل حول هذا في المستقبل. La giornata per me è di grande valore, di grande orgoglio. La concluderò con il grande onore di essere ricevuta anche dal vostro Presidente della Repubblica. وهذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لي ويعني أشعر بفخر من بهذا اليوم الذي سأخدمه حيث سنقضي بشرف لقاء فخامة رئيس الجمهورية. E quindi mi sono ripromesso di poter avere quanto prima l'occasione per poter ricambiare la cordialità e l'ospitalità che mi è stata riservata. إذ حصلت على وعد من معالي الوزير بأنه سيزورنا قريبا في إيطاليا حتى أتمكن من رد جزء من هذه الحفاوة البالغة التي حظينا بها في الجزائر. Grazie. شكرا. شكرا على هذه السنحة التي أتاح لنا معالي وزير جمهورية إيطاليا الذي لنا علاقة خاصة حتى إن لم نلتقي في شهر نوفمبر حيث كان مبرمج لقاء مع ممثلي جمهورية ليبيا وتونس كان فيه مكالمات هاتفية حيث تطرقنا إلى المواضيع العالقة وباعتبار أن الجزائر بوابة إفريقيا وإيطاليا بوابة أوروبا العلاقة لن تكون إلا في المستوى التي تلزمه هذه العلاقة الطيبة وهذا الجوار وخاصة أن إيطاليا كانت دوما بجانب الجزائر في قضايا عدة أثناء حرب التحرير والكل يتذكر موقف أنري كوماتي وأثناء كذلك الظروف الصعبة التي عشناها في التسعينيات عندما رأينا ممكن كل الوفود تغادر الجزائر إلا إيطاليا كان متعاملها الاقتصاديين كان مستمرها بقوا دائما هنا بالجزائر. إذن هذه العلاقة الطيبة لابد أن نعززها أكثر فأكثر. فزيادة على القضايا الأمنية والحمد لله اليوم باعترافه أن هناك صفر مهاجر إلى إيطاليا هذا شيء عظيم نظرا لتوافق الرؤى ونظرا للعمل الدؤوب الذي تقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي هنا لإبعاد هذه الظاهرة عبر القارات الجريمة عبر القارات الاتجار بالمخدرات بالبشر إذن كل الحمد لله هذه قضينا عليها من جميع الجوانب بنسبة أكثر إنما لابد أن نبقى يقظين وإن كان هناك بعض من الخطر قد يأتي نقولها صراحة من شرق البلاد نظرا للأوضاع التي نعيش على حدودنا الشرقية مع ليبيا وبدرجة أقل مع تونس الحمد لله من الجنوب
الحدود كلها مغلقة وفيه عمل دؤوب حتى لا نمكن هؤلاء المجرمين إلى الوصول إلى إيطاليا. وإذا من الناحية هذه نكون قد اندرجنا وب يعني رؤى موافقة متبادلة وبعمل مشترك مع الاستراتيجية التي عبروا عنها في هذا اللقاء الثلاثي الذي أحضره حقيقة، إنما باتصال دائم مع السيد وزير إيطاليا. الحمد لله، إن شاء الله سنعوض هذا في اللقاءات القليلة القادمة هنا وهناك، وسنعمل لتجسيد إذن هذه الاستراتيجية التي اتفقنا عليها والتي أمضينا هذا الاتفاق الذي هو عبارة على إلى إعادة النظر في الاتفاق الذي تم في 1999 والذي أكل عليه الظهر وشرب يعني جوزات الأمور. يعني اتفاق جديد هذا أخذ بعين الاعتبار كل المظاهر هذه الجديدة وكذلك الجريمة هي تمشي وتطور، ولكن احنا حتى كذلك لازم نواجهها بأحسن ما يكون بصفة متطورة وخاصة ما يتعلق بالسيبرانية، الجريمة السيبرانية كذلك. إذن فيه كذلك زيادة على هذه الاتفاق لجعل مصالحنا وخاصة الشرطة يعني المؤسسة الشرطية والحماية المدنية للعمل بصفة دائمة وباجتماع اللجان المختصة من طرف آخر. إن شاء الله سنحقق ما هو فائدة لبلدنا حتى نكون في مستوى طموحات قادتنا وفي مستوى طموحات مواطنينا على مستوى البلدين. وأكثر من هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، والجزائر شاركت مؤخرا في مسعى مطي الاقتصادي الاجتماعي، إذا درجت في هذا اللقاء ستكون لنا علاقات في هذا الشأن هذا لنعززها أكثر فأكثر. كل سعادة ألتقي صديقي كوندي روزي، وإن شاء الله بيانتو دي روزي، وإن شاء الله ستكون عندنا لقاءات أخرى مادام اليوم مضينا على الاتفاق لم يبقى حبر على ورق، إنما لابد من تفعيله بكيفية وأخرى بواسطة مساعدين بواسطة اللجان التي ستعمل بدءا من اليوم إن شاء الله حتى تجسد ما تم عليه الاتفاق. شكرا.